تكبد تشيلسي رابع خسارة له هذا الموسم بعد انهزامه أمام ضيفي كريستال بالاس بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 30. لا أحد ينكر أن أرقام كونتي مع البلوز هذا الموسم أصبحت ترعب الخصوم. الرجل الإيطالي الذي سجل 22 انتصارا لحد الآن استقبل كريستال بالاس وعينه على فوز جديد. الإسباني سيسك فابريغاس رحب بالضيوف وأكرم وفادتهم بهدف مبكر. فرحة أبناء العاصمة لم تدم طويلا وزها تكفل بتعديل النتيجة بعد 4 دقائق. هكذا احتفل الضيوف بهدف التعادل وامتدت فرحتهم بعدما وقع بنتيكي الهدف الثاني بهذه الطريقة الجميلة. كونتي تسمر واقفا في مكانها وانتظر ردة فعل من لاعبيها، لكن لا كوستا ولا بيدرو تمكن من تعديل النتيجة. المد الأزرق تواصل في المشهد الثاني، لكن الحظ عاند كوستا مرة أخرى ولم ينجح في هز شباك الضيوف. كونتي تدخل وطالب لاعبه بالضغط أكثر، لكن رأسية هداف البلوز لم تجد طريقها إلى الشباك أمام حيرة جماهير ستانفورد بريدج التي بقيت تتفرج على فريقها وهو يتلقى الخسارة الرابعة هذا الموسم.